حياكم الله إنما كنتم موجز الاقتصاد يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أنه تم ضخ كميات كبيرة من العملة المزيفة في الأسواق التجارية العراقية، ومع تداول العملة المزيفة في الأسواق رغم أنها غير ظاهرة بشكل قوي حتى الآن في الأسواق، إلا أن المواطنين يخشون من انتشارها في الفترة المقبلة لأنها تؤثر على رفع نسبة التضخم، إضافة إلى فقدان المواطن الثقة بقيمة العملة الوطنية. أكد عضو مجلس النواب نايف الشمري وجود عراقيل أمام استلام محصول الحنطة من الفلاحين في مناطق غرب نينوى بحجة عدم التطابق. وقال الشمري إن بعض مراكز استلام الحبوب يرفضون تسويق محاصيل الفلاحين لأسباب وهية وغير مقنعة وبحجة عدم تطابق المحصول المسوق. وأكد النائب الشمري ضرورة فتح تحقيق بحق المنتفعين الذين يرفضون محصول الفلاح البسيط ويقبلون محصول المنتفع المتنفذ. تراجع عدد السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة 85% في الأشهر الستة الماضية بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة والتوترات السياسية المستمرة لا سيما في البحر الأحمر. وتحولت أغلب شركات الشحن التي تستخدم قناة السويس أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمثل نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح جنوبية أفريقيا. يسيطر القلق على الأوساط الاقتصادية في إسرائيل من احتمال سحب صندوق الثروة السيادي في النرويج، وهو الأكبر عالمياً باستثماراته من الشركات الإسرائيلية على خلفية تصاعد الإدانات الدولية لجرائم قوات الاحتلال في غزة. سبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات في السنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط هذه الفترة تتزايد على الصندوق لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً في إطار الضغط على الاحتلال، كما تعتبر النرويج أو تعتبر النرويج واحدة من أشد الدول المنتقدة للاحتلال الذي يرتكب المجازر يومياً في غزة. توقعت المديرة العامة للاتحاد المصرفي الدولي هيدويج نوينز توقعت حدوث رؤية مستقبلية جيدة للغاية في الاقتصاد التركي خلال الفترة القريبة. وأوضحت نوينز أن الاتحاد المصرفي الدولي يتابع عن كثب التطورات التي تطرأ حاليا على القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في تركيا، مضيفة أن جميع البنوك التركية تعمل بشكل وثيق جدا مع البنك المركزي والسلطات السياسية لضمان قدرة المجتمع على مواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. الموجز الاقتصادي بأمان الله.